متنفس آخر وجدناه النساء في المقاهي الخاصة بهن، وصارت مساحة لائقة خارج الروتين للالتقاء بالصديقات والقريبات في أي وقت بعيداً عن جلسات البيوت، وهو أيضاً في الوقت نفسه مكان للعمل وإنجاز المهمات. بالنسبة لموضوع الكافيهات النسائية أو المقاهي النسائية باللغة العربية، بصراحة هي جد فكرة جيدة للمرأة في ليبيا. ما عندهاش أماكن ممكن يتلاقوا فيهم، ممكن صديقات يبوا يتلاقوا، هاربين من هموم المجتمع، ممكن توزيع. أنا عضو هيئة التدريس، عندي طلبة طالبات بالأحرى، مرات لما نتلاقوا في الكلية ما فيش حتى كافيتيريا ناخدوا قهوة، ناخدوا مية، ناخدوا حاجة، ما فيش كهرباء حتى باش تفتح الطالبة اللابتوب متاعها وتعرض لي شغلها، ما فيش كهرباء يقعد بالساعات، ما فيش إمكان حتى مريح فيزيائيا الواحد يقدر يعمل فيه ويقدر يتكلم فيه. أما البعض الآخر فيذهب إليها بحثا عن الهدوء منفردين بأنفسهن أو بصحبة صديقة مقربة لارتشاف قهوة الصباح أو المساء وتبادل الأحاديث الودية. ياريت يكون المردود المادي لهالمقاهي أو إن هي لما نطلب شيء يكون على المتوسط، يعني مستوى العام، وفي النهاية نقول إن ياريت أي شيء إيجابي في المجتمع نتقبله بسرعة، وإن هو يكون مثلا هذا الثقافة هذه الجديدة تكون ثقافة إيجابية أكثر من هي سلبية، وإن إحنا لما نقول المقهى العائلي يجب إن إحنا نحترم كلمة العائلي. كما تتميز نوعية هذه المقاهي باحترام الخصوصية والخدمات النسائية عند طلب الزبون. معاملة مع الزبائن، الابتسامة، الاستقبال، نتأكدوا من راحة الزبون في مكانه. نحن موفرين نساء ورجال، الزبائن اللي يحبوا يتعاملوا مع نساء في عنصر نسائي متواجد، في رجال متواجد حتى هو، في اللي يطلب، في اللي مثلا نمشي له بناخذ منه طلبيه يقول لي في عنصر نسائي نحب نتعامل مع النسائي. مميزات عديدة لعلها باتت مكاسبا للنساء تحققها المقاهي الخاصة بهن، إذ تتيح للمرأة الترويح عن نفسها وتمنحها قدرا كبيرا من الحرية ومساحة أخرى من الحلول البديلة. سنا حبيب، قناة ليبيا الأحرار، طرابلس.